وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه السماء عليكم مدرارا يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما إن ربي على صراط مستقيم. قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل شيء
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا ألا بعدا لعاد قوم هود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم.